وانا سعيده ان انا في وسطكم، انا معموله علشانكم. انت زدت كله والله. انا ربنا خلقني عشان ادي سعاده للناس واضحك الناس. ربنا خلقني علشان اكون فنانه، ما اكونش حاجه تانية خالص. مين اللي بيسعدك؟ ان اسعد الناس، ده اهم حاجه. ايوه، حتى لو ما قدمتش فن، اعمل اي حاجه لحد يكون مبسوط. كلميني بقى عن التكريم وحب الناس اللي انت شايفاه النهارده الحب كله شفته يوم ما اتكرمت، لقيت الناس ايه الحب ده اللي انا ما كنتش حسيته قبل كده، لكن حسيت قد ايه بيقدروني وقد ايه فرحانين بيا وقد ايه بيحبوني. من اول حد ما حققتيهوش لحد النهارده. انا عملت حاجات كتير حلوه، بس في ادوار في مخي عايزه يعني ربنا يبعتها لي قبل ما اعجز وهكع بقى وبتاع. عايزه اعمل فيلم للاطفال. لا دور دور عشاق الدور. ان شاء الله يبقى دوري ضيفة شرف، بس اعمل حاجه للطفل. طبعا تحب تقولي ايه بقى لكل جمهور؟ اقول ان انا بحبكم قوي، وفي بيني وبينكم عشره طويله، وانا تربيت مع اولادكم لحد ما كبرت واولادكم كبروا، لكن الجمهور زي الام بتشوف دايما ولادها صغيرين مهما كبر، هما بيشوفوني صغيره برضو، بس انا كبرت وعجزت. اخر حاجه فاكرتي لما شفتي مين كمان من النجوم النهارده معاكي؟ بقرا حاجات. هنشوفه امتى بالسينما؟ لازم يكمل عشان الاستاذ احمد حلاوه توفى، فما كان كناش كملنا، كان قدامنا اسبوع، فدلوقتي بيصلحوا السيناريو عشان افتقدناه. انا زعلت عليه قوي. الله يشكرك جدا. شكرا جدا.